اوكي يلا كوره خيبات برافو منتخب الاوروغواي هذه محافظه يا سلام يا نبيل شد بحد لقاء خلنا لي الصوت يا سلام لا 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 صيف العونز مش عزيز حول حربي مواهب ضائعة جدا لكان من المتميزين الكبار الحظ جيد على الحال الله ها قد أتاك يقول قطع لا يا يضيع في مثل هذه المره الله 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 كوستا داسا ضع مع المدينه بعد المدينه عشان اسرع فكر الهلالي فكر الهلالي ينوى على التنفيذ الله 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 هذا فان الله الفرق شمويه برا شمويه برا يا سلام هنا هنا يتقدم ميسي شبيه ميسي الله هذا بنزيما بنزيما معنا الله بنزيما يا الله لا 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 هو حارس بالفطرة هو حارس بالفطرة يلعب بالمركز التسعة لكن عندما تحتاجه في الجول يقول لك أنا موجود يا سلام يا سلام يا سلام هذا عمر عمر بوفون هو من سلالة النوير السلالة العريقة هذا ميسي يضرب باليمنية ميسي يطير باليمنية يا يس يا الله 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 والعارضة تنوب عن الحارس العارضة ما تحبكش يا عبد الغاني العارضة ما تعبكش والله ماذا نفعل والله هون والأمور الشدس لوكاس مولا يوزع لعب عبد الغني قال لك يجي يا سلام دي اوسكار دي كوستا والفنيات الله هايدي قبل هنا افتتاح ها
الغيوم هادو عرضيات وفنيات. يا سلام مانيش قدام اولا هيدا عبد الغني. الله 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 قريب شوي. يا سلام هي بتدوز من تحت العرضة. نضرب هيدا من معنا كفرة هنا الملقب ليفاندوتسكي لقب الشهرة. اوه يتريث لا بدون تركيز. يا سلام الله الله عليك الله عليك يا ديكو. هو واثق في نفسه واثق في مهاراته. يتقدم هنا معنا بنزيما. الله يبعدها بخطوتين عن المكان الذاك. الله يا سلام. اوي الله 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 قريب شويه. الشبكه تنوب عن العارضه. يا سلام الله. هيدا حارس بالفطره ويلعب مكان اللاعب جسر. معنا بكر الهلالي يطوع والله خارج ارضيه الملعب. هنا دييغو كوستا لاعب مهاري من الطراز الرفيع ذو تسديدات قويه جدا. الله ورجله تخونه في هذه اللحظه. اتركوا الامر للكاميرا مان. يا سلام. الله عليك يا مولر يوسع. إعادة نحو إعادة. وحتى الآن لم يقدم أي أحد من اللاعبين الجديد. هي قضية صعبة شوي. الله ميسي هون باليمنى. الله 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 قريبة شوي أقرب واحد للعارضة لحد الآن. ما زلنا الآن في منافسة دوري الأبطال الأمم المتحدة الأوروبية. ولم نعرف ثلاثة على هذه الكفرة. الله الله الله. قريبة شوي عليك يا ليفاندوفسكي. الله عليك يا ليفاندوفسكي. انظروا إلى تدريبات الخصم. الفريق المنافس لم يأتي بعد. الأجواء احتفالية جدا. هذا معنا بنزيما يعيد محاولة. هل سينجح؟ يس الله. معروف عليك يا بنزيما ما تخافش. كل شيء توقعها منك توقعناها منك يا بنزيما في السماء العالية. هذا معنا بكر الهلالي من جديد. لا أعرف هل هو سيسدد أم سيهيئ الكرة لزميله. سيسدد يا سيد. الله الله على بكر الهلالي. لم يفعلها دييغو كوستا، لم يفعلها ميسي ولا بنزيما ولا ليفاندوفسكي ولا رونالدو، بل فعلها بكر الهلالي المغربي. والمنافسة تشتد. دييغو كوستا من جديد. الله الله يا دييغو كوستا. الله جميلة منك يا دييغو كوستا. الله عليك. والآن الكرة اللي أعرف من سيسدد. هل هو ميسي أم بنزيما من جديد؟ ما يتعزم. بنزيما من جديد. الله هيدي بشك فيها. هدف. الله عرض. الله. ولولا هذه الأجواء والرياح القوية لكانت في العارضة. أنا أعرف هذا اللاعب وأعرف تسديداته ولا يضيع مثل هذه التسديدات من هذا القرب. الله يا سلام. هيدا ليفاندوفسكي يسدد من جديد. الله وانا اشك عندما كان في المرمى كان يعبر المقاس المناسب للعرض. يا سلام. ارى الينوبتي. ارى الينوبتي.
على طريقة الكاميرا من فكر الهلالي ساحب اول تسديده 3 نقاط يسيبك فكر الهلالي حيت عندك كاميرا بنزيما الله بنزيما مني كتقول لي ماركي ما كاين ماركي ضربه في برا ومني تقول لي ضربه في برا كاين ماركي جابعو كيف ما بغيتي يا حبه دا لو كانت في السماء يوضيع لاعب جميل ذو اهل جميل انطراز جميل كيش فرار بحال اي ابن بنزيما الصاحب الحذاء يبتسم يوضيع من مسافة قريبة يا سلام هذه المنافسة صعيبة على جميع اللاعبين شوي قريبة شوي مرر لي يا بكر الهلالي مرر لي يا بكر الهلالي اعطيني الكورة انظر يا سلام صوروا بحال هكا بالكاميرا الزوم شوي كانت في السماء لكن لولا التغييرات المناخية لكانت في الهدف فيه شاف فيه المرمى من هنا دياغو كوستا بكر الهلالي عفوا بكر الهلالي معنا هو يظهر لنا بان بكر الهلالي رب اللحية على قبل هذه المنافسة بالضبط الله الله يوضيع يا سلام انظر ولا واحد جابها في المرمى هنا بتعرف ان المنافسات صعيبة شوي كما ان الرياح ضد اللاعبين وضد السياح هذه المنافسات يتقدم هنا هذا اللاعب لازم الخطر والحذر منه لازم الحذر من هذا اللاعب عنده تسديدات يلعب بحذاء من سلف حلومة يا سلام قريبة شوي سيارة ما اللي تسننوش يلا صورنا لك حذاء كبر العب بحيث بعد بس ما يجيبش عليك ميزان الله 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 هيدا بنزيما هيدا بنزيما الله سدد ولا قابها في المر انظر لهذه المؤهلات رجل مزغبة من الطراز الرفيع هيدا الله لد على طريق الهد الميسي على الطريقة الأرضية على هذه الطريقة يسدد يا سلام رايح الشاب كرة عند بكر الهلالي يسدد لا بجيش
انت بارد خاصك تبع الكواريت. لا حول ولا قوة الا بالله. تباري ما باري. نهز الكشاف على الصغير ماركت. نعم على هيدا الحال. اوه بكر الهلالي. ايوه الحارس. اني احدره كم البكر الهلالي. احدره كم البكر الهلالي. الله. قلت هو ايده. هيدا اللاعب جميل. والله جميل. اهله جميلين. عائلته جميلة. بلده جميل. يا سلام كل الجمال اجتمع في هذا اللاعب. وحتى تسديدته جميلة. يا سلام هذا حيدا دييغو كوستا لما يغدى بيسجل لما يغدى بيسجل لما يا الله الله بالرجل اليسرى او اليوم بالرجل اليسرى او اليوم لا ليس عنده الله الله عليك يا ابني امك الله يا ابني امك والله يا امك ولدك ورداش عليك وزغرتيت ودبحوا عليك خروفته ما بنعرف ولكن دبحوا عليك الله عليك هوي هوي الله الله عليك يلا نزور